إذا كنت من أصحاب الدفعة الثانية وتم إدماجك في سنة 2021 في فيفري أو جانفي أو مارس، سوف تمضي على محضر التنصيب وتتلقى راتبك الشهري منذ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فلا تنسى الاشتراك أخي الكريم وتفعيل زر الجرس ليصلك أي جديد. مرحبا بكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم مشاهدينا الأوفياء في هذا الفيديو الجديد مع موضوع بعنوان مصالح المركزية للدولة الداخلية سوف تدمج 5600 مستفيد من جهازي المساعدة المهنية في سنة 2021. بعدما قررت وزارة الداخلية إخواني الكرام والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إدماج قرابة 2000 مستفيد من جهازي المساعدة على الإدماج المهني، فيما يزيد عدد المستفيدين من الإدماج من نفس الجهاز على 2000 يتوزعون على وزارتي المالية والشؤون الدينية والأوقاف. هذا موضوعنا لنهار اليوم إخواني الكرام، جاء في منشور وبيان عبر جريدة النهار تم نشره لنهار اليوم، وهو ما سنتناوله وإياكم ويكون موضوعنا لهذه الحلقة. فلا تذهب بعيدا أخي الكريم، وابقى معنا حتى نهاية هذا الفيديو. قبل أن نذهب إلى المنشور ولكي لا نطيل عليكم هذا الفيديو، فلا تبخلوا علينا إخواني الكرام بالضغط على زر الإعجاب، فلا يكلفكم شيئا إن ضغطتم على زر الإعجاب ودعمتم هذه القناة. من فضلكم إخواني أخواتي لما نقدمه لكم من مواضيع وأخبار يومية، فدعمكم بزر الإعجاب وتفاعلكم مع فيديوهاتنا يحفزنا إخواني الكرام لنستمر إن شاء الله بنشر المزيد. فاصل ثم نعود. كما تشاهدون إخواني الكرام الموضوع أمامكم، ستعرف نفقات المستخدمين على مستوى وزارة الداخلية ارتفاعا ب 5.11% خلال السنة المقبلة من أجل تكفل بالأجور والرواتب والتعويضات والمنح العائلية، منتقلة بذلك من 35 مليار دينار إلى 37 مليار دينار، وهي النفقات التي ستخصص أيضا لترسيم 5600 مستفيد من جهاز الإدماج المهني، وذلك باستغلال المناصب الشاغرة على مستوى المصالح اللامركزية للدولة، كما ستخصص هذه النفقات لإحداث 120 منصب مالي من أجل التكوين في المدرسة الوطنية للإدارة. وحسب مضمون مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة، فإن الغلاف المالي للنفقات يشمل ما يعرف بالتمديد لسنة كاملة للأثر المالي المتعلق بمرتبات 10 ولاة على مستوى الولايات الجنوبية و44 وليا على مستوى الهضاب العليا، بالإضافة إلى تحويل اعتمادات المركز الوطني لرخص السياقة من وزارة النقل إلى المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات، والتقدم في الدرجات للمستخدمين في حالة نشر. وبالعودة إلى مشروع إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، فقد تقرر إدماج 1260 التي سوف تستفيد على مستوى وزارة المالية، و 1371 التي سوف تستفيد منها على مستوى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. وكانت المديرية العامة للوظيفة العمومية قد أوضحت بخصوص تاريخ سريان القرارات الإدارية الخاصة بالإدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، سيما بخصوص الفئة الأولى التي تتوفر عند تاريخ 31 أكتوبر 2019 على 8 سنوات على الأقل، وتعذر إدماجها سنة 2019 بسبب غياب توفر المناصب المالية. وقالت الوزارة عبر تعليما إنه وبغرض رفع اللبس عن هذه القضية، فإن عملا يمضون التعليم الوزاري المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019 المحددة لكيفية تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 19336 المؤرخ في 8 من شهر ديسمبر من نفس السنة المتضمن إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات، خاصة المادة المتعلقة برزنامة سريان الإدماج. فإن قرارات إدماج الأعوان المستوفين عند تاريخ 30 أكتوبر 2019 بأقدمية 8 سنوات على الأقل
محدد بأول نوفمبر 2019، وهذا ما كانت السنة التي يتم التجسيد الفعلي لعملية الإدماج خلالها. وهنا نفهم من هذه الفقرة بأن أصحاب الدفعات الأولى سوف يتحصلون على أثر رجعي من 1 نوفمبر 2019 مهما كان تاريخ إدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل. أصحاب الإدماج المهني الذين يستوفون أكثر من 8 سنوات قبل 1 نوفمبر 2019، أي الناس اللي نراهم في الإدماج وتم إدماجهم، سوف يتحصلون على أثر رجعي من 1 نوفمبر 2019، والذين لم يتم إدماجهم وتم إدماجهم مستقبل القريب إن شاء الله في ديسمبر 2020 أو جانفي 2021 أو فيفريو 2021، سوف يتحصلون على أثر رجعي من أول نوفمبر 2019. أما المعنيين بالإدماج لسنة 2020 و2021 وهما الدفعة الثانية والدفعة الثالثة، فتشمل الذين يحوزون على أقدمية تتراوح ما بين 3 سنوات و8 سنوات بالنسبة للدفعة الثانية. أما الإدماج الخاص بالسنة المالية 2021 فإنها تشمل أصحاب الأقدمية تقل عن 3 سنوات وهم أصحاب الدفعة الثالثة، وتاريخ الإدماج يسري ابتداء من تاريخ التوقيع على قرارات الإدماج، أي ليس مثل الدفعة الأولى مثل ما تشاهدون في السطر الأخير، وهو تاريخ الإدماج يسري ابتداء من تاريخ التوقيع على قرارات الإدماج، أي يوم إمضائك على محضر التنصيب. فلا يوجد أثر رجعي، أي إذا كنت من أصحاب الدفعة الثانية وتم إدماجك في سنة 2021 في فيفري أو جانفي أو مارس، سوف تمضي على محضر التنصيب وتتلقى راتبك الشهري منذ أمضيت على محضر التنصيب، وليس بأثر رجعي إلا أصحاب الدفعة الأولى الذين سوف يتلقون أثر رجعي لأنهم كانوا معنيين بالإدماج قبل جانفي 2020، ولكن حسب الوزارة بسبب عدم توفر وغياب المناصب المالية وهو ما تعذر إدماجهم سنة 2019. وبهذا نأتي إخواني الكرام إلى نهاية هذا الفيديو، وأتمنى أني أفدتكم واستفدتم من هذا الفيديو من شرح هذا، ونال هذا الفيديو إعجابكم. لا تنسوا دعم هذا المقطع بزر الإعجاب ومشاركة هذا الفيديو لكي يعلم جميع الأشخاص الذين هم معنيين بعملية الإدماج بمشاركة الفيديو في الجروبات عبر الفيسبوك أو الانستغرام. وإذا كنت أول مرة تشاهد هذا الفيديو على قناتنا فلا تنسى الاشتراك أخي الكريم في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك أي جديد، ولا تنسوا أن تتركوا لنا استفساراتكم وأرائكم أسفل هذا الفيديو في التعليقات. في موضوع قديم وفيديو جديد ألقاكم بخير وعلى خير. كنت معكم من قناة إكسب، طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.